هل في أسباب في الرحم تعوق نجاح الحقن المجهري؟ طبعا في أسباب كتيرة، منها إن ممكن تكون الرحم ده هو فيه حاجز، ممكن يكون حجم الرحم صغير، ممكن يكون عنق الرحم بتاع العيانة ضعيف فالعيانة ممكن تسقط بعد كده. كان في عيانة بقالها سنين بتدور على الحمل، ما اكتشفناش إن الرحم بتاعها فيها حاجز قاسم الرحم نصين، الأوضة ضيقة جدا على البيبي، اكتشفناه واحنا بنعمل اشعه تلفزيونيه رباعيه بالابعاد، شلنا الحاجز ده والعيانه حملت بعد كده بسهوله. على فكره الاوضه اللي بيقعد فيها البيبي اللي هي الرحم حقيقي ممكن تزود نسبه نجاح الحقن المجهري اذا اكتشفنا السبب وعالجناه.